تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا اليوم العام الدراسي الجديد. جميع الجامعات أنهت استعداداتها لاستقبال حوالي 3 مليون طالب وطالبة. هيتم الانتهاء من صيانة المدن الجامعية والمدرجات، كمان وضع الجداول الدراسية، فضلا عن الخطة الأمنية لتأمين الجامعات خلال الدراسة من خلال الأبواب الرئيسية للجامعة أو حتى داخل الكليات نفسها. اللواء الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أكد أن هذا العام لا توجد أي زيادة في مصاريف الجامعة، وأكد أن مصاريف مثلا كلية الطب والهندسة والصيدلة هي بيضرب مثلا هي 400 جنيه، رغم أنه الكليات دي بمعاملها وبالنشاط اللي فيها بتكلف الدولة مبالغ طائلة. 400 جنيه حتى الآن مصاريف كلية الصيدلة والهندسة، ده على لسان أو على عهدة وزير التعليم العالي، مبلغ قليل جدا يعني.